لخديجة بنت الصلاح. isagana mar walbana kala qayb qaata la dhahayna oo mar walbana madrasada Khadija garab taagnaa oo hadana garab taagan waxaan leenahay mudan soo dhawow khayrkaadana Allah subhanahu wa ta'ala ha badiyo waxaad jaceshahay dhamaan Allah subhanahu wa ta'ala ha ku siiyo oo jannada ugu horeeyso maanta oo ah 12ka Shacbaan sanadka 1443 oo ku beegan 14ka Shacbaan sanadka 14ka Maaj sanadka 2022 waxay madrasa Khadija u qabanaysaa xaflad ardaydii ka takhrujay sanadkan 2022 oo ah dufcadii 24aad ardaydaas oo ka kooban 19 arday waxaan leenahay ardayda is hambaliyo hambaliyo waxay idin kugu hambaliyeenayna in heerkaas aad gaarteen cilmigaas aad barateen Allah subhanahu wa ta'ala idin ku anfaco يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم جزاه الله خير الجزاء آيات كقرآن كالله سبحانه وتعالى هاي نقوان فعو إن شاء الله تعالى وحا أقود من برامج كقيبه سكاله آيات كقرآن كوحا ينوحوا إن خطباء ينوسوا جديد دون توا طالبة حواء أحمد عبد الوهاب إن وحا ينوحوا دون توا كلمة الترحيب والشكري كلمة سوء دوين إيا مهاد علينا ينوسوا جوذين دونتو الطالب عايشة هاشم أحمد أهديكم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا ولو مزج بماء البحر لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا وسلسبيلا هاكم من طالبات الصف الثالث الثانوي تحية طيبة في يوم فاق جماله أياما مضت في يوم حصاد السنين حصاد الجهد والعمل والوقت في يوم تنتظره قلوبنا وأرواحنا تتشوق إليه وتحن في يوم نزف فيه كأجمل وأحلى الزهرات اليانعات مرحبا بكم بحفل مدرستنا الغراء مرحبا بكم وأهلا وسهلا نحييكم بتحية من القلب يطيب شداها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما فأهلا بكم حللتم أهلا وبطئتم سهلا ضيوفنا الكرام ما أجمل الدنيا بكم ولا تقبح الدنيا وفيها أنتم أيها الحضور الكرام مرحبا بكم ضيفا ضيفا مرحبا بكم ألفا ألفا ألا مرحبا يا جموع الصحابي وأهلا وسهلا بكم ها هنا أتيتم تباعا سراعا جميعا حللتم فضلتم كمثل السنة نقدم أجمل عبارات الترحيب لعلمائنا الأفاضل وعلى رأسهم الشيخ الوالد محمد عبد فجزاك الله عنا خير الجزاء أهلا بكم أيها العلماء لقاؤكم وحضوركم شرف لنا أسعدكم الله كما أسعدتمونا أشرقتم الحفل بحضوركم الكريم ونقدم أجمل عبارات الترحيب وأفضله إلى السيد آدم بر الدعالة الذي أخذ دورا كبيرا في معاونة الإسلام والمسلمين وفي مدرستنا هذا بشكل خاص ماسفول All praise is indeed due to Allah سبحانه وتعالى Blessings and salutations upon Muhammad صلى الله عليه وسلم I ask Allah سبحانه وتعالى to bless every single one of us Beloved scholars, honored guests, teachers, parents Graduating class of 2022 and students Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
I feel extremely privileged and honored to be given the opportunity to welcome and thank you all for being here with us today. On behalf of the institution, I would like to welcome and thank our beloved scholars headed by Fadilat Sheikh Muhammad Abd. Your presence is an honor to us. I would also like to welcome our esteemed guest headed by our Member of Parliament, Honorable Adam Barre Duale, who has always been a great help to our Madrasa Khadija. Thank you so much, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant you long life full of ibadah. And may he grant you, and may he accept your good deeds, and may he reward you with Jannatul Firdaus. Thank you once again. نكسر دوادا مدرسة خديجة بنت خويلد. إن شاء الله كلمة دا سو دوين تي شكري وحي نوحي دون تا كلمة خطبة وكبح حيث اللغة العربية. كلمة دا سو موضوع إذي هاي أما خطبة دا سو موضوع إذي هاي التحذير من أضرار وسائل التواصل الاجتماعي. وحي نوسو جودين دون تا طالبة حواء أحمد عبد الوهاب. فلتتفضلي مشكورة مأجورة. بسم الله. الحمد لله الرحيم الرحمن. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فأبان الإنسان عن مكنون نفسه بلسانه أو خطه ببنانه نحمده على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل مراقبته إحسانا فوق الإسلام والإيمان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ البلاغ المبين حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وراقبوه في السر والعلن فإن أعمالكم محصاة عليكم وإن ألفاظكم مدونة في كتابكم قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يا معشر الأحبة سنقف اليوم مع فتنة من الفتن ضمت وعمت ثم أظلمت ودلهمت فهي فتنة شديدة ما تركت بيتا إلا دخلته ولا وجها إلا لطمته هي أشد ما لاقى الناس في عصرنا من الفتن بل هي من أشد ما لاقت البشرية في تاريخها من الفتن وهي فتنة وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وإنستغرام وتويتر وواتساب وتيك توك ونحوها إنها ثورة في التواصل قد غيرت الأخلاق والسلوك وأنماط التعامل بين الناس حتى قلبت حياتهم رأسا على عقب فالبيوت التي كانت حية بحديث أهلها صمتت كأنها خالية منهم وحينما كانت الضوضاء تخرج من بيوت الأجداد والجدات حيث اجتمع الأولاد والأحفاد ذهبت الحيوية والنشاط والأنس كل واحد منهم في زاوية من الغرفة أو المنزل فيعيش بجسده مع أهله وأما روحه وعقله فمع من يحادث في جهازه حتى إنه لا يكلم فلا يسمع ويسأل فلا يجيب دينا وحكتو إن شاء الله تعالى وموضوع هذا عربي كبحي سوى لغة صومالي إنه وسو جوذين دونتو نطالب عائشة عبد المهيمن حاجي فلتتفضلي مشكورة مأجورة بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد maanta oo taariikhda hijri ku beegan tahay 11ka bisha shacbaan 1443 oo ku aadan 14ka bisha 3aad ee maarso 2022 waxaan soo dhaweynayaa anigoo ku hadlaya magaca ardayda ka qalin jabinaysa sanadkan madrasa khadija bint khuwaylid oo ah kooxdii 24aad ee ka qalin jabisay madrasadan waxaan soo dhaweynayaa dhammaan marti sharafta culumada madaxda waalidiinta aqooniyahanada warbaahinta ardayda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladeena maanta mudanayaal iyo marwooyin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada xafladeena waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa una soo dhaweynayaa aabaha dacwada sheekh maxamed cabdi oo dadaal badan u soo bixiyey inaan maanta meeshan quruxda badan taagnaano
waxaan sidoo kale si gaar ah u soo dhoweynayaa mudane Aadan Barre Ducaale oo ah xildhibaanka laga soo doortay magaalada Garissa. Waxaan kugu mahadcelinayaa mudane garab istaaga aad noo muujiso mar walba iyo booska muhiimka ah ee aad noo buuxisay. Ilaahay ha kaa abaalmariyo, acmaashaadana Alle khaalis ha kaaga dhigo. Waxaan marnaba iloobeynin oona si gaara ugu mahadcelinayaa macallimiintii sababta u ahayd inaan heerkan gaarno, oo ugu horeeyo mudiirkeena Asheekh Ismaaciil Cali Aadan iyo naa'ibkiisa Sheekh Ismaaciil Bashiir. Waxaa idin leeyahay Alle jannada ha idinku abaalgudo. Intan waa salaan iyo sidii iyo hanaanke soo dhowaada idilkiin. Intaa kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo khudbadii hadda ku baxaysay afka carabiga, taasoo ka hadlaysay dhibaatada ay leedahay isticmaalka baraha bulshada xilligan aan ku jirno xilliyadii hore uu ka daran yahay. Nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaato wuxuu yidhi, maa min zamaanin ilaa waladii bacdahu sharun minhu, ma jira zamaan ilaa ka dambeeya uu ka shar badan yahay ma ahane. Sanadadan dambe waxaa batay isticmaalka baraha bulshada, wuxuuna leeyahay faa'iido iyo khasaaro, balse khasaarihiisa ayaa ka badan faa'iidadiisa. Dhibaatooyinkiisa waxaa ka mid ah in dadka adeegsado in badan oo ka mid ah ay dareen mas-uuliyad u adeegsanin oo waxay doonaan iska soo dhigaan, taasoo akhlaaqda iyo dadnimadu duminayso. Dhibaatooyinka baraha bulshada waxaa ka mid ah in uu qofku ku noqdo addicted, taasoo waxa uu isticmaalayo inuu ka go'i karin, wuxuuna ku noqonayaa sidii maandooriyada oo kale. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinkiisa ugu weyn in uu waqti badan dhumiyo. Qofka wuxuu dayacayaa dhammaan mas-uuliyadihiisa, shaqadiisa, waxbarashadiisa iyo cibaadadiisa. Waxaa kaloo dhibaatooyinkiis ka mid ah in ay dhalinyaro badan ku dhumeen aalad ka mid ah aaladaha la isticmaalo oo loo yaqaano TikTok, kaasoo dhalinyarada ay isticmaalaan inay iska duubaan gabdhii wiilal muuqaalo aan diinta iyo dhaqanka u wanaagsanayn. Waxaa dhibaato ah waalidiintii inay awlaadooda iska fasaxaan ayagoo aan dan ka lahayn, aana ogeyn meeshay u jeedaan. Nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaato wuxuu yidhi, kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati. Ugu dambeyn, dhalinta waxaan leeyahay ilbaxnimadu saas ma aha, qof siloon ku daya ma aha, wax sawaaban noqo ma aha, sinta iyo lafaha duudka saddex goorjijabi ma aha, dhaqankaaga sayd ma aha, sidaa doonta yeelo ma aha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kelimadaas waxay noogu xigi doonto kelimaha ama kelimo ku baxaysa luqadda ingiriiska ah oo iskugu jira soo dhoweyn iyo muxaadaradii hadda ama ku baxaysay luqadda carabiga oo luqadda ingiriiska lagu fasiri doono. Kelimadaas waxay inoo soo joodinaysaa Daaliba Xamdi Xuseen. Bismillah. Praise be to Allah, the compassionate. He created man. He taught him the eloquence. He made observing him from benevolence above Islam and faith. Verily, all praise is for Allah. We seek refuge with Allah from the evil of our own souls and from our bad deeds. Whomsoever Allah guides will never be led astray, and whomsoever Allah leaves astray, no one can guide. Our beloved scholars, our guest of honor, Honorable Aadan Barre Ducaale, principal of madrasa, parents and teachers, I welcome you all to this beautiful gathering, which is to celebrate the 24th graduation of Madrasa Khadija Bint Khuwailid. Thank you all and welcome. I specifically want to welcome our guest of honor, Honorable Aadan Ducaale. Thank you for being with us today. We appreciate your time and efforts. You have always been a great help to our madrasa. May Allah reward you. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, when a person dies, his deeds come to an end, except for three: a continuous charity, knowledge that others benefited from, and a pious son who continues to pray for him. May your help to this madrasa be a continuous charity for you. May Allah make your children pious. قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. That day we will seal over their mouth
and their hands will speak to us, and their feet will testify about what they used to earn. Our topic today is the negative effect of social media. Social media has promulgated morals that are not normal and unsatisfactory practices that they empty into sarcastic jokes that ignite wars between people. It's one of the most powerful weapons in spreading lies, spreading falsehood, accusing the innocent, and reversing the fact. The motive for this may be to make people laugh. And our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Woe to the one who speaks so that he lies in order for the people to laugh at him." I believe that technology has a good side to it and a very bad side to it as well. There are people earning Jannah through social media and others earning Jahannam through the same means. Imagine when you die, what will you like there to be? Many of our sisters, they get a lot of excitement by showing themselves on some of these applications without realizing that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us there will come a time when women will want to expose themselves and they will want to turn heads of people in order to quench the attention they are seeking. My dear sisters and brothers, this world is temporary, and you will meet your creator who will ask you why you did what you did. Help yourself by striving towards Jannah. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Wa wixii hadal ahaa ama wuxuu waran ahaa oo madarasa bilcaanta ku saabsan waxaa dhammeeyey haweenkii baa dhammaystay waxda aga noqon karaan imaba muqasaba laakiin saay sahay waxaa horta mahadle allow ilaahay baa mahadle iyo shukri ilaahay inama kaniyey islaamnimada iyo muxuu ahaa axwaasheedaba noo dhiibay nama kaniyey yaa mahadle waxaa kaloon mahad u celinayaa aniga saad ii ogtihiin ninkaas ilka dahabuleleyaa baan ku magac dheerahay dowladda nadankiiyaan mahad u celinayaa bacdallaahi waa dowladda nama kanisay diinta nada xorribe noo siisay sidaan rabno inaan u meel marino masaajid iyo madaaris iyo waxay doontaba ha ahaato mahad baan u celinaynaa war ixsaan ninkii kuu sameeyana diinta nada waxay qabtaa axsanta in layla xataa ay isku diin ha ahaanina taasna waa mida midda kale wixii ku saabsanaa madrasadan iyo xaalkeeda awal iyo aakhirba waxaa aada iyo aada uga hadlay ama diin ha ahaada ama dunya ha ahaadee dhibaataa lagala kulmaa kama dunyada haddaan idin horumariyo kenya nin baa haystay cadaana oo si daran u gumaysan jiray markii ay dadkii waddanka lahaa xaalkii ay fahmeenna waxay damceen in xaal gacantooda waddanka lagu wareejiyo ciriiri bay galeen hase yeeshee ma ayna daynine dadaalkii bay sii kordhiyeen ilaa ay dabada ka yaryaan ma garaseen xagga diinta islaamka haddaan u soo kaco nabiga muxammedun sala allahu calayhi wasalama rasuulkeenna ayaa maka ilaahay subxaanahu watacaala asagoo oo kuray ah oo muxuu ahaa afartan jir meelahaasa yuu ilaahay rasaale u dhiibay cidhiidhi buu galay xataa inuu duurarka ku dhinto gaashiya oon cararkii u cararay yuu ku sigtay markii dambe ilaa madaxdii quraysheed iska dhashay oo adeeradii ay ku jiraan go-aan ay gaadheen inay dilaan oo muxuu ahaa ka takhallusaan ilaahay kuma guuleynin diintii saa cidhiidhiga ugu bilaabatay hadda ma kama warrami kale markii sabirkeedii iyo dulqaadkeedii uu haddaba nahay meel maray mashriq iyo maqrib inta ka dhexday ku fiday waxaan soo wadaa haddii adaya madarasada najaax la dhihin jiray waxaad ogtihiin haddii ilaahay mahaye in ay bilaabatay waqti aan dacwo la oqoonin muxuu ahaa wadaad uun dadka wax u sheegsheego iyo dariiqo mooye hadday bilaabatay
مدرستي سي ضعيف او اد اطور ربي كبيرا وسي مركا يلا او سيدي اه او حقي كتب ان لهاي او غريا لودسي ان لهاي او مخوها ميل لو صار قال ان لهاي يا هورس الاسكابيلاوي كي لو ديبينا ادو اها معلم كو غري قدام با جوغي حاشبا لغا سو قادي لبد او دقيدي مركي كميد اه الله نحرسته حاج يوسف يا حاج آلان على كنو يا أرنتا وتي وحيكو بلا واسسا مركي أي وحوغا سعوتي تباريانا يكو سعوتي تدوسانو نن سعودي وصودري أو إتوبيانا أو شيخا يا نو يمت ننكي باكو وليجيي هوشي يا مدرسيدي مركا سوحو بلا وي حقي وصومرتي توحيدكي وناقي والا غهرتي إن الدلالة دمعي دريقة مركي جوكتي مسجد كاوين قوليه سئيني كوك قرعان أمن عصر الوطو كالي يهي كوتا لقالي إبهي وابد باديي إبهي وابد باديي واقبح مدرساني يلاهي ومدن ملك السبب مانسا لقم ما حيو ما حد يديو علم غيره ما قالت سوقا تنتركالي ماشن يلاه دقاق وحانو كبيروني سيديتنكي مسجد كان سكتاغي وحان لي هدبنا ساسان ربنا مركزا وحوغا با لا اوروري وحي اهي موغ لاقتا بس قيمه لاي مسجد كهورسيسا يا ربا قلو بلبلا او اسكفرا يان كدسني ربادي قولي بوحيين هاد يا اد بي بالعانتا اد بي اسو قابلا دين سوي اوغادين اني باهيين إن لقديي أو لقديي نووي أغاده ويسوقون تده خميسية وهوين يتصوح دان يهال كاسوي ماته مركزا ضد ما قاله ينوبحي دان يلا ومحوها وحكراني وحاكم إذا ضدكي وحا هذا ميشن جوغا شي حسن محوها عبد العمو شي حامن عبد العليو شي عبد النور إيو شي خبراهن عيسيو شيخ حسين إبراهيم نكي لو رنجر ولاتك اللي مجر أدوك رب هذا بها مركا قم باس سوء سوء تاغل مركي أي ما مركا سا هارين مغربك مركي اللي تكذي الشاهنة اللي قاني يا لبادي يقول دبل صوري قربتي وفرد إلى فرستي لبادي يقول وفرد إلى يا لقبي هذا مركا سا وحا قصة وحانا إن وحلا ديرو ماشا يا إلهي سبحانه وتعالى كما قولينين أيجي أم با هذا خسارة القلب ذي مدرسة يلاه وطلع مانته اللي ده كشيء كي يدلوا دقيسة قري أين مانته جالين مجرته وحولا أردنا دمر بالو بلا هو يوينا هذا أنا قبله بيوبركتي وكا مانته على مق مقصان أنت ما رودا لقفورة أما أنت ما رودا مرسة يجود قصر إليهين وكا على مقصان دين تينا وحي أم با هنتها إن دين تاني يا الدنيا ده نبا إن أنا إسقاب صارنو إن أنا سيد كونو الله إذاك محواي أنك ولا الشقينو سون ليس قرب سنة أون قعنة إسقاب سنة وحب ما حاجة جيان قرب قعنة إسقاب صلا دين سوقب صلا حاجة محواي سيد قبل هاي شيء يعني هواين كا يكلم هذا مساكين سوقب صلا حوش أوشيني واد برتين واد فهمتين الله وين قرنسي يي قول بس كقادين مال السنة مريسا دبا ناس ماشي هاي مريسا كسي ووالا وحان حو هاي انت انا وقدر يا مضانا هنهض انا لجوغا الهي سبحانه وتعالى حقا ما يخامتون الله وصوبيه يا قعن وين كقاتي اسم دعوة في الديلة مال دعوة لغا في دين هايو وسن كقيب قالني انو محسوسني مال احاسوا او دول كان كينيا كاميرا ما بها قارس كينيا كاميرا دعوه لغا فيدينيو او سن كقيب غادين سيدا دغسيد كو دحايس هذا مخو ما حسوسن سيدا دراتيلا وحو سلان الهي وبرينا ان الهي مخو هاي اف يا اخره ما لكو غوليو دنتي سال هاي مكانيو يعني الهي بغينا عاد ودو لي هاي عاد الله كقبته marka wala la ya sida sa jirte war in nisi badinaye wuxuu ahaayay danteena an galano
والصومالي وحان عجائب كنا قرني وحان حواها أنو كحماني دانتين ما قرنه دانتين ما دانتين أنقرنه وردانتين أنقرنه هدي واحد ما هي فدان دانتين قرنه وحول بابو نوح حقاقي هدان قرن ويننا هدي ما هي الله المستعان فدكتهن هدي ما هي سيدة ليهي سيدة لو دات سيهي سيدة لو بالقيهي سيدة دا ما محمد مسيح قال يا باب كاس لكن دانتين أنقرنه وحنا فعل أنقرنه وحنا فعلنا أنفهمنه مركا سيدة دراته وعمركا يقصوا قبقبين يا ولا ليارو ولا ليارو دين توان برني لكن كردقا كيبا يا نغمقا كردقا كيبا نغمقا إلهي وحن كبرينا هذا بالعان تبا بلو ذا كردقا كي هذين هذا يو كردق من ماشي عيمان تمريسو ما عينا مرين ويكردق من ويكوريستين هذي إلهي ما هي رجيو هذا أنت رجشقين لقى الله ويل الباء مدارس فري ويل الباء سائر ويل الباء قبصري ويل الباء ما أنا المقري ما أنا المقري مركب ماشي محاك صباح قبل إيه إنا يبحوها تقول استين أو ترى واي قادين يجي يوم العاصمة يهو يهو يكونوا مركب وحنا لا هاي ولا نحوها هاي دين تينا قبصرنا أنكو عمل فرنا سنا عروي يا نحوها إذا كنت دردار مياه لنكي الله محيوه هاي خيرك وفجيونا كود دلال هكا عجيز ولقاه الإيمان ومحيوه هاي الولد قالمي انت ما الولد مقلين حق ديني حق دنيابنا ولقا قوليس انكاس وكاله مركا هينو دلال اوه واركيني وحن لين هاي واركيني وحن لين هاي وحن محيوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلا توفيق. علماء وشيخنا وين هاي شعب العثمان مدنها نجا جامعة مستقبل وشيخ حسن وكسعده إيو جامعة دي أمة ورالك عبد ستار إيو دكتور خضر كسعدان إيو علماء شعب حسين شعب نور كسعده هذا جزاكم الله خير أنتي مدير هذا مدرسينك حفلتنا نسو قابلنا قام كجاري طبعا هل شيء هذا كقول عبدارين أنا وحان ربني قبلها إن لم أقله رجح بدن بالله مقله إن قبلها إن لم أقله أنت أستاذ ربني أنت هذا إن كل رالك هذا أنت أصوات مدا جزاكم الله خير درست الحمد لله والنبض أفضل لو أتنسى هذا الجوكتة لو أتني سجال سنة هذا مريسة ها قبلها يركا ها كوا قبلها ها ما يعني قبلها ما كان هذا كوا هذا شيء تسديد تنك سمادي كوا سيت أي شعب نور يكوا حذين واي ها كوي كان كذا لواتني سجال سنة لواتني سجال كذا سنة شن يتوبن كسنة قدام بيسي نك مدرسة بعد الله كعنت كوي وانك سنة أنا العقل قاسين مين الماله سنة والبانا وحي واساب حيا حون قان وسي أنا المها وحنا الله وحنا العقل أنا حبوا ورسانين زاكم الله خير مركب حندوني أنا وحاول تاكسوا دوينا فدقة هذه روح مركب إحسان كوجر محو يستاهل شيخ هذا ميسمه روح مركو إحسان سمايو وحيستاهل إنه جزاك الله خير إن الله أحسنت ومذني هاي أنا كان محلين هاي أنا مسؤول كا أما مارتي أفكر كوه الله يو تعليم توين كورن أفرت مركز للسوشيال جي كوه كله هذا باللبن دهونه مركز كودن بيجي ومسك كبل الله زي ADC دول يرب هذا لي هاي متك كويا الله بول حجر سجنا دول يرب لي هاي دول نوالي هاي كل وحرمنا إن شاء الله سأل كلية إنه تذكر كل أي تاجران. مقالة هذا أفرت هذا جيس ويجارتي دعوتي هل مال بس لمن أو قيبت حق ومي جرت تاسع وحوي ولي كبل لابنين. ثان إن شاء الله وحرمنا ده قول صدق قيسه سف دعوتي الدين تلو بالله. طبعا هذا كي وحن كوس كوبيا وحبنا بني كنا سوي ذي شن يتونسنا. زاه الله خير أنت سنا موسى دالين ولينا ونسي ولا هذا. سنة كم حساسي صمة سنة كم دورشة جفته حالك وكلولي صمة سنة كان يمكن هاد ما لقنا الحين مسألة غفر عندنا كل إلا ب أنت مركز مجال هذا تعلو دخيل كجر مية ما إن شاء الله خير دو كجر ولازم له لأنه عسى أن تكرهه عسى أن تحبه إنه دعوة إن خير كجر ديتها الله نوافجيه
إنه سوق الله ده خير كجرتنا الله سيب هذا لكن كل إله هذا عليها دي كلام خير كهجوجن لكن وحرمنا إن دلال على إمامه وحرمنا نينير وهذا أرديه وهذا عصب وحي أن الأغين إن نكال الجرب جوجن إن شاء الله وين كان أساسا كل دار بينا رسالة دي بيننا تسوية وحي وسمي الله هو أقبله نجعنا نحن لا غرابة إن وحي أن بحين كرنا أقبله إن بحين بل هذا الله كلمة وحوسوا قابني علماء ربني هذانه وقت يحوق عريان نقول نقضي أيقنا خال يهوا من لينه هاي سكان مال بودك دكسين يا وانكسر دبين وكلمي سجد سدو لا أنا دوق هذا محان أنا مركي دم محان أنا شو ساخ قبلها الله اللهي قبلها الله اللهي نقول إيه نادي دوق ود عليه حواس هو إسماعيل مركه وشغنا ونصافي لنا حمله مش هيك مركه ساخ وجايكن أذيك ونقضه مركه أنا يا حسايا أباها الدعوة شيخ محمد شيخ عبد الله بولو يا علماء ما شفت ذا ويو ينكا علماء يا أخيارت أضياء شفريان مدرسة قديجة وحيجرت أنا يدق مركع حسامني مارنتي وبلا أي بلا بينه هو يو ينكا مشا قولي لبدا قلو بلبلدها waxa laga jooga 4 iyo 2 sano Sheikh Ismaaciil maalinta loo diibana waxa laga jooga 20 iyo 9 sano waxaan u maleynayaa najax baa kuwin soo najax salaam ah najax maya najax baa kuwin agi ildo 4 iyo 2 sano 4 iyo 2 sano taqriban قبل أنت سو كمانان أي سومرين ما أنت الدعوة ذاك سعوت المجال هذا حقها وينك وإمام حاوي وينتهينا وحلوه هلاي قبله سومرين مدرسة قديجة صهدو دوقة واللبذي قلو مرارها دو كدسن حتى هو يوينك يقبلها قيمة له ومجال هذا مركز الدعوة كوضان لما هلين مركا مدرسة قديجة وحاوي هويو ينكي هويو وحاوي دعوة وخاصة حق هويو ينكا هذا نقبلها قرن جبنا يان سنة كان وحالينا هاي مبروك جامعة المستقبل و تشيمن كذا ميشن أوفر ديو يا جامعة أمة و مسؤول كي برانش كن مقالة قارسة يدكتور كأي فريان وحلينا هاي رمضان مركو رمضان إن شاء الله قبلها سوائنا جامعة أي ستوس لو قابله أول جامعة المدينة وحالة سيكو جيرا 4 صديق علماء إيشاقين بذي يكبضا مرمرنا حتى لمهل جرين قياسة للربنا لمهل جرين هذا أول نوعيد ولا شكل وياه أما رجع هذا وحنا اللي جامعات أما جامعة كويالان ودن كا يمجال ذينا أو أرديدنا مركي كقلن جبيان ثانوية أما سكندرية أي فرصة وهاستان لبادي قيبابو مجالا حنوينا يا جبل كان يا ودن كان كوتا كميدة أو نصيب كان ماله مركا وحوي مقالات عند الجناهي قبل دي مدارستك مدقتو ويلكي الجامعة ده إسلامي مدقتو وحوي نصيب دروين واي كوالد كبحان أو باقي لها فرصة علوم ده هي دعاء هي جناع ستذا أو حوله ذكوب بحيان أي نوكيرين وإلهنا أون نوفذ ذيه فرصة سواء إن لقى فائدة وفرصة قالية مركا وعندي لها قبله ما أنت حلف الدين صور لجن إيو معلمين تكلوك هل لأنه محاوق وينتهي قبلها بولا ريك أما بولا حجر قبل دي سي وعن ليها نية جمينة
مدارسنا كنت مكان بلا بين سيدنا الكرام بهذا الله كان مسجدك يا مدارس يا تحفيدك وبيت الله مركا ويد اسم العطر والهلي مركا وحلينا هي جبلها هي جميلة دركاس عاد قدين مدارس والله لسي ان شاء الله دد بدن او محسنين حوله ربان ان يكون بحيان في سبيل الله ودين ربان ان يكون لسان ايا جيران مركا وحلينا هي جبلها انا كان جوجنا ان شاء الله وقدام بين سدو نشاغي شي اسماعيل سند كان وحوي وسند اركز انت دقي بلاوات مغالطه بوق سو من اركد وحال اركتا نين اول عرق جيري قف غاري صبح اجن وحال ارك غاري سوتو نين كرسي لو ودا كرسي لو ودا غاريات لو كوما كوما جيرو قلت وحان ربا ان علماء او شيغو اني مساجديها يا مدارس كشغان او لا جوجيو ارتا هاوين كان كرسي لو قاداه تاهت هلا جوجي او رغ اجنبي اي قاداهيان وين تاس وين لغا هادلو او لا جوجيو وا كل ما نقاد غرانيسين وحرام اني قف هاوين اي رك اي قادان تاس وين لا شيغو magaaladan waxa weey culimada waa inaad culimada weey aad sheekh xasan oo joogan culimada waxa ma taa kama qalmado weey umada la hadlo oo la yiraahdo magaaladan iyo countygan iyo gobolkan laga ma ogolaanay gabar muslimad oo taagan in kursi rag ay ku qaadaan walaba rag ajnabi taas waxaan u maynaa sheekh ismaaciil iyo culimada laga ma gabanay ما دري واق واق قبل كلا قادان لكن رك إني قادان وحرام عظيم آه إنك مرك آه تاس علماء دحان ما ينايا حق قبلنا أنا تقول قبرت أنا وهدا حلبانا ويروح عند هاي ونكود عين هذا حلبانا ونكود عين وحند هاي ولو ما قرنا صفي عبد الريت إذا ما لها كرسي لو قالوا بويهم كأرك إجارة قريه أنا وير صفي وحانا مرت بكرسي لو قال دي مو هذا قال شيء إن كرسي لو قال لكن علماء وحان ربا الجمعان فشعة إن لقى هذا ها علماء ما قال إنك إنك أيان نقود بتكنا إنك أيان دين تنوايسين من كهذا تاء قرانه بريم مدة متكدرن بعد علم هذا أنا علماء ما قال إن قارس ما خسي مركي هلام والله مخلي هذا الدولة كينيا وين مغلي مثل لبات دور الشاس وصعطة قفك إلهي جارسيو كان تاغن إيا كان عطك الردايو مهمة وإن الأواتين عطك أما كاركا آت ردايسو وات إنا مركات كوريسا سنتوغا وإنا زايد وفكرتو وات هذا كاركا آن ردايو دينتا ملو دفاعي كرا ومدى ما الله وهل ذكره ومدى ما الله وهل ذكره كاركا سيتو قبل كم الود دفاعي كره كاركا سيتو قوس كأما الصومالي ذا قبل كدقني ودك كم الود دفاعي كره كاركا اسكس عوي اسكريت موه كاركا اسكس عوي خبير كريت ميونخوني كاركا هل مرة قصومري الشنسنا هل مرة قصومري ودتين برد حضارة والله دقالي ضد ودن كان دقالي وحيب دمعن إني قادقة ودن كأي كتلقان قف هواني سوما كرسين لسول كامرك اللي سمينا هي علماء الجدية أي قليل إيا داداركي سفاقان لسول كينيا أنا قو دوقنا أنا قعما سينا ودن كينيا ودن لميد مالو حرن مالا عن قويسة ندينتا ودن لميد إيه حتى كوا جيران كان لهم مجرو سوماليا إثيوبيا مركزها حر ما لقتها لمشن تاو عن كوا هني الرمي دين ت إيو قادقة أيان دستور كينيا أنا كوا بقول كبو صدنه أيان قشناه متى مزمو وحنا كوا قشناه موقف إيو مدنما سياسين ت إيو علماء أنا كوا مدي مركز دورة شدن فيريا هدوها شلاينا
هذا يا سلام مركا تاتا حيغه تاي ترى الهنا النبط ان غارسي ولا بدور شرها وحرنا علماء اني نبت كلي كشقيان سومالي حكومه ما ذا ابارته وي تغي لكن ان اي كتكتا دورشان وهل مالين شن برونا خسهرته وإيمان كيا وقرؤهلي لكن وحرنا أمضى يا لك الجينين أمضى يا قريه لسكو ديبين أمضى يا فدم للجلينين أمضى من مدى يا لك راتورين أنت سيتلاقيتهاي صور دوادا وعليها مدرسة خديجة وسنة كي لواتن إلى لواس سنة بإيمانتا لواتن أفر سنة مية الله أرديدي قالن جبيل مانتا وسنه كي لواتن افر بو مانتا يعني شلا وحان جوغنا مدارسنا لح سنه مدارس او لبا سنه مدرسه خليجه واف لواتن افر سنه واه مرك وحان لينا هي مبروك الف مبروك اردي اذا سيتو وحان لينا والد كينا يو دينتا يو امدا قبلها يو قريا يلم دونان وحان لينا هي كوا انفعين كوا دينتو دافعين الى هكذا والدكم يا معلمين تولنا وحلينا هاي اني كان الهي اني بركيو دعوه سيتو يو وقتي قادتنا ارديدا سو احصل برتي مركز سو دوله وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.